بتاعت ماكس. تمام ماكس بتاعت أمل. كويس. فاشتغلت هنا مع عم محمد. تمام. فهو اللي جابني هنا. ده بواب عمارة هنا او إيه؟ بواب عمارة مثلا او لا، هو راجل عادي برضو، مش على بابا الله برضو. كويس. سايس مثلا جابني معايا وقال لي رزق ورزق على الله ان انت تعملي الترابيزة دي. تمام. فهي مش مساعداني انا وهو. كويس. فانا من يوم الحد باسم الله هعمل حاجة هنا ليا. تمام جدا. طب ايه اللي خليك تشتغلي هنا او الدافع اللي خليك تشتغلي هنا؟ عشان ايه؟ عشان عيالي وسعر جوزي. طب جوزك يعني بيشغل ايه؟ جوزي مش شغال، جوزي ايه؟ مهارس صحيا عنده خراج عليا. تمام جدا. فانت بتشتغلي هنا. طب اولادك في سن ايه؟ اولادي سايبهم مع ستهم. تمام. كام سنة وكام سنة؟ عندي سنتين ونص وعندي سنة. تمام جدا. طب يعني هل في حد بيجي يكلمك البلدية او اي حد، او حد بيعترض على؟ لا، هي البلدية عدت وقت انا شايفينك يعني عارفينك، بس ما كلمونيش. تسامحوا معي. واحدة شغالة فسابوني. تمام جدا. معلش بقى اسمك كامل كده؟ اسمي زينب. زينب عندك كام سنة؟ عندي 29 سنة. تمام جدا. طب معلش، طب انت خرجت ايه او معاك مؤهل ايه او كده؟ انا ما كملتش دراستي جدا. طلعتي من سنة ابتدائية؟ سنة خمسة.